السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله لكم الخير كله عاجله وآجله يا رب العالمين، دايما تكونوا بخير. أسعار الدولار والعملات في البنوك والسوق السوداء ليوم الأربعاء 8/3/2023 فضلا منكم وتكرم، أتمنى تدعموني وتساعدوني باشتراك ولايك جزاكم الله خيرا. هنستعرض أسعار الدولار والعملات في البنوك وفي السوق السوداء. سجل الدولار اليوم في البنوك طبعا في ارتفاع مخيف لأسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء، سجل 30.83 جنيه. الريال السعودي سجل اليوم في البنوك 8.21 جنيه. سجل الدينار الكويتي اليوم في البنوك 100.47 جنيه. درهم الإماراتي 8.39 جنيه. الجنيه الاسترليني سجل اليوم في البنوك 37.03 جنيه. اليورو سجل 32.88 جنيه. أسعار الدولار في السوق السوداء: شراء 32.88 جنيه، والبيع 33.62 جنيه. دايما وجودكم في قناة الشرف شرف كبير لي. السلام عليكم ورحمة الله.